مرحبا، معكم راشد من قناة السكالة. أول شيء بعتذر على الانقطاع اللي صار بالقناة، وإن شاء الله راح نرجع بشكل قوي ونصور بشكل يومي عن عالم العملات. ثاني شيء، نسأل الله أن يرفع البلاء والضرر على أهلنا في المغرب وليبيا، ربي يرحم الموتى ويشفي المتضررين، اللهم آمين. بهذه الحلقة راح نحكي عن الأخبار اللي عم بتصير حاليا بعالم العملات الرقمية، وراح نحلل الشارت الخاص بالبيتكوين ونشوف شو الحركات المتوقعة في الأيام القادمة للبيتكوين. أول شيء حاب أحكي نقطة معينة، حاليا احنا عم نشوف الفومو اللي خاص بعالم العملات الرقمية بلش يخف. كيف يعني؟ يعني في ناس حاليا اللي كانت تنزل بشكل يومي محللين على تويتر وعلى تيك توك وعلى الانستغرام بلشوا يخفوا، وهذا بيخلق اشي بعالم العملات الرقمية اللي هو الملل. في ناس كثير بلش تحكي لك انه انتم وعدتونا بالبول رن، بلش تحكوا لنا انه في صعود كبير، بس شكله لا في صعود ولا في بول رن ولا في اي عملة راح ترتفع. اعرف انه بعد بتبلش مجتمع العملات الرقمية يبلش يمر بهاي الحالة راح يكون في ارتفاع كبير، والناس تلحق هذا الارتفاع وراح يكونوا يعني يطلعوا مع هذا الارتفاع. هذا الاشي هو بيختاره صناع السوق اللي هم متحكمين الحيتان، بس يبلشوا يشوفوا انه الناس بلشت تمل من سوق العملات الرقمية او بلشت تحس انه عم بيمشي بشكل عرضي بشكل كبير، يكون في هنا ارتفاع كبير يخلي الناس تلحق هذا الارتفاع. يعني لما تشوف الناس الجديده او ما عندها خبره بس تشوف العمل بلشت ترتفع بلش يشتري، لا انت الافضل انك انت تشتري بهاي المراحل او المراحل اللي هو مناطق تجميع اللي يكونوا صناع السوق عم بيختاروا نقطه معينه عشان يقدروا يرفعوا السوق عليه بنقاط معينه يبيعوا. لما الناس بلش تشتري بلش تحكي السوق ارتفع، وحاليا احنا ببرن وهون هم بيكونوا عم ببيعوا. هاي حاليا الفتره احنا عم نمر فيها فتره يعني عم بتمر بار سلبيه بشكل كبير. اللي كان قديم بعالم العملات الرقميه او معه خبره بعالم العملات الرقميه بيعرف انه الاخبار السلبيه لما تتراكم بيكون تاثيرها ايجابي. الناس كثير بتفكر انه الاخبار السلبيه اللي عم بتمر في العملات الرقميه راح تعمل هبوط كبير بالعملات الرقميه، لكن العكس راح يصير، راح يصير في ارتفاع. لانه حاليا شفنا منصه FTX سمح لها القاضي انها تبيع الاصول عشان رجعوا المصاري للناس اللي كانوا مستثمرين بمنصه FTX. طبعا سمح القاضي لمنصه FTX المفلسه ببيع ممتلكاتها من العملات الرقميه عشان يرجعوا المصاري للناس اللي كانت مستثمره بمنصه FTX. طبعا FTX تملك حوالي 3.4 مليار دولار في العملات الرقميه، عندنا مليار و162 مليون دولار في عمله سولانا لحالها، وفي عندنا تقريبا 560 مليون دولار في البيتكوين و192 مليون دولار في الايثيريوم. طبعا انا راح احط لكم صوره بالضبط شو عم تمتلك FTX من العملات، وفي عندها كمان اكثر من 1300 من عملات التصنيف بي اللي هي عملات ممكن تكون مش قوية مثل العملات اللي ذكرناها. طبعا عندنا كمان جاستن سان مؤسس شبكة ترون ومالك منصة هوبي قدم عرض لشراء أصول FTX. طبعا هون FTX ما راح تبيع بشكل مباشر، راح يكون فيه 50 مليون دولار الأسبوع الأول و100 مليون دولار للأسابيع اللاحقة. طبعا هون اعرف انه هذا اللي حكيته ما راح يصير بشكل كبير، ما راح تكون المنصة أو أصحاب القرار يبيعوا بشكل كبير. يعني 50 مليون تحكي انت تبيعهم مرة واحدة راح يعمل شبه هبوط بالعملة اللي بده يبيعوا فيها، فهذا الاشي مستبعد بشكل كبير، لأنه هم بيهتموا انه يكون السعر مرتفع عشان يبيعوا على فترات. هم ما بدهم يبيعوا على السعر هذا وينزلوا السعر ويكملوا عملية البيع فهون عم بيخسروا، فهم الافضل لهم انه السوق يرتفع او هم يرفعوا السوق عشان يبلشوا يبيعوا على شكل فترات. فهون احنا بنكتشف انه ما راح يكون في بيع بشكل كبير او بيعوا هاي الكمية مرة واحدة أو بشكل لحظي، لا راح يرفعوا السعر اللي بدهم إياه بعدين ببلشوا يبيعوا على فترات. الناس بتفكر إنه خلص راح يكون في 50 مليون راح يبيعوهم بشكل كامل أو راح يبيعوا 100 مليون بالسولانا مرة واحدة، ما بصير هذا الإشي، وهذا الإشي مستبعد بشكل كبير. طبعا ثاني خبر يعني أثر بعالم العملات الرقمية بالفترة الأخيرة، منصة باينانس يو اس ما عم تتعاون مع هيئة الأوراق المالية، وهذا الاشي عم بيأثر على شركة باينانس بشكل عام مش بس على US. هاي من ضمن الأخبار اللي كانت شبه سلبية على عالم العملات الرقمية. وحاليا عم نشوف كمان موضوع الفائدة بلش يعني معمل زي التوتر بعالم العملات الرقمية، وأغلبية الأخبار اللي كانت سلبية، وحاليا عم نستنى الأسبوع القادم شو راح يعمل الفيدرالي. طبعا هاي الاخبار حاليا هي متداوله بعالم العملات الرقميه. مثل ما حكيت لكم الاف تي اكس الناس عم تتوقع انه هو خبر سلبي بشكل كبير، لكن
اللي بيشتغل بعالم العملات الرقمية أو شاف هاي الأخبار بيعرف إنه هي ممكن تكون إيجابية وممكن نشوف صعود عشان الحيتان أو صناع السوق بلشوا يبيعوا بلشوا يصرفوا. ما راح يصرفوا بهاي الفترة لأنه هاي الفترة إذا صرفوا فيها راح يكون في خسارة على السعر، راح ينزلوا بالسعر أكثر من هو موجود حاليا. الخبر الثالث كمان شفنا عملة سولانا تأثرت أول ما نزل خبر بيع FTX، لأنها معروف أنه هي FTX أكثر الأصول موجود عندها بالسولانا، فشفنا فيها انخفاض تقريبا 6%، لكن حاليا بلشت العملة تصحح ترجع لتقريبا مناطق 18 أو 19 دولار. هيك كانت الأخبار بشكل سريع عن شو صار أهم أخبار بعالم العملات الرقمية هذا الأسبوع. حاليا راح ننتقل لشرح الشارت لعملة البيتكوين، حركة السعرية القادمة للبيتكوين. حاليا شفنا بالأيام الماضية حركة جميلة للبيتكوين، كان في مرحلة صعود وكنا متوقعين أنه هذا الصعود يستمر ونشوف شمعة قوية تطلع فينا ل 28,000، وأهم إشي إحنا نشوف هنا إغلاق شمعة يوم ونرجع للمناطق اللي كنا فيها. هاي المنطقة ليش متوقعين إنه يكون فيها شمعة قوية؟ لأنه إحنا بهاي المنطقة قبل هيك شفنا في عملية صعود وكانت في سيولة ممتازة للبيتكوين، وبهاي المرحلة كانت تصفاي لصفقات الشورت، كانت في صفقات شورت متوقع نرجع لمناطق التجميع الممتازة. هاي المنطقة منطقة تجميع وسيولة وارتداد ممتاز للبيتكوين اللي هي بحدود تقريبا 25,000 إلى 25,500، كان في هون صفقات شورت فكان في سيولة، فشفنا شمعة تكسر هاي الصفقات واحنا متوقعين انه نفس هاي الشمعة تكون بهاي المناطق. اذا ما كان في شمعة صعود قوية توجعنا هاي المناطق راح نرجع نزور المناطق السيولة او مناطق التجميع او الدعم للبيتكوين. اذا كان البيتكوين والأخبار السلبية عم بتأثر على السوق بشكل أكبر راح نرتد لمناطق تقريبا 23,000 ونرجع نزورها، والأغلبية الكبيرة بتوقع أنه إحنا نرجع لهاي المناطق وبس نوصل لهاي المنطقة اتأنى شوي قبل ما تفوت صفقات. إذا بتشوف مثلا شمعة يوم عم تطلع لهاي المناطق اعرف انه احنا راح نرجع لهاي المنطقة فممكن تفوت في صفقة شراء. هون خليك حاليا شوف دراسة السوق لأنه هاي المنطقة السعرية ممكن نمشي فيها فترة تقريبا أسبوع، بعد هيك نشوف في حركة صعود أو نشوف في هبوط. الأسبوع القادم راح يكون في قرار للفيدرالي فممكن نشوف في حركات وهمية أو يكون السوق فيه تذبذب عالي، فبنصحك إذا أنت مش متمرس في تداول إنك تشوف أو تفتح الشارت وتطلع، مش انك تفوت بالصفقات. هيك كان شرح للبيتكوين بشكل سريع، شرحنا شو ممكن تصير الحركات بشكل بسيط. ان شاء الله انك استفدت من هذا الفيديو، بتمنى الربح للجميع وبتمنى انك تدعموني بلايك واشتراك بالقناة اذا انت مش مشترك. احنا قناة مهتمة بعالم العملات الرقمية واخبار عن العملات الرقمية، ونجيب مواقع كمان تختص بعالم العملات الرقمية، وبتمنى لكم الربح مرة ثانية. شكرا لمتابعتكم لهذا الفيديو وبيسعد.